عافية عبد الرحمن مدير المدرسة الوطنية الغابوي للمهندسين. هذا الحفل تقام يعني باش انطلاقة ديال السنة الأكاديمية 2022-2023، وفي نفس الوقت يعني نسلموا الدبلومات الخريجي ديال هذا الفوج ديال يوليوز 22، وفي نفس الوقت بعد يعني الهدايا التذكاريه للاساتذه اللي تحالوا على التقاعد. حتى ليومنا هذا كونت المدرسه 1358 يعني خريج مهندس، منهم تقريبا 72% من المغاربه وواحد 28 من الاجانب، تينتموا تقريبا 29 دوله. السلام عليكم، بالمناسبه الاسم ديالي امين قريران، خريج المدرسه الوطنيه الغابويه للمهندسين بمدينه سلا، اوبسيون تدبير المنتزهات الوطنيه او ما يسمى بجيستيون دي بارك ناسيونو. لا فورماسيون ديال ان انجينيور فورستي في ليكول ناسيونال فورستيير دانجينيور كتبقى في ان بيريود ديال 6 سنين، وباش تلتحق بالمدرسه الغابويه الوطنيه للمهندسين اللي كاينه في سلا خاص تكون سوا دوسي اون بيريود ديال 2 سنين في لانستيتي اكونوميك فيتاغينير حسن 2 اللي كاينه في رابا، اولا 2 سنين في ليكول ناسيونال داغريكولتور اللي كاينه في مكناس. ابخي 2 سنين بطبيعه الحال الا كنتي باغي الدومين ديال لا فورستوري وعندك الميول انه لهذا الدومين، انه من بعد كتجي ليكول ناسيونال فورستيير دانجينيور اللي فيها فورماسيون ديال 4 سنين. في لا 5 اني ديالنا كنتقسموا على دي اوبسيون، اللي كل اوبسيون وفيها نومبر دي زيتيديون. كاينين انا كنت اوبسيون جيستيون دي بارك ناسيونو، كاينه اوبسيون فالوريزاسيون دي برودوي فورستيير، كاينه اوبسيون اميناجمون، كاينه اوبسيون فالوريزاسيون دي برودوي فورستيير اي اوبسيون جيوماتيك. من بعد في لا 6 اني ديالنا اللي كيكون واحد لاني ديال البي اف او ديالك اللي كديرو في ديرون توت هاد لاني، في لا فان ديالو كدير لا بريزونطاسيون ديالك. من بعد كنتخرجوا من وراء هاد المده كامله ديال 6 سنين، كنتخرجوا مهندسين ديال في المياه والغابات. ومن طبيعة الحال كيف ما أي واحد يتمنى أنه يوصل لهذا المكان، وراه من طبيعة الحال واحد الفرحة اللي زعما لا توصف، وأي واحد يبغي يتمنى أنه يوصل لهذا المكان ويفرح عائلته ويفرح هو راسه، وإن شاء الله الرحمن الرحيم نكونوا من طبيعة الحال قد المسؤولية على أنه نجيغيو لي فوغي ديالنا، وان شاء الله غادي نكونوا قد المسؤوليه قدام لا مينيستير داغريكولتور. السلام عليكم، بروفيسور فؤاد منير، استاذ من المدرسه الوطنيه الغابه للمهندسين وممثل الاساتذه من المدرسه الوطنيه الغابه للمهندسين في اطار النقابه الوطنيه للتعليم العالي. دابت المؤسسه باش تدير هذا الحفل هذا سنويا لكي نكرم فيه الطلبه المتخرجين من المدرسه الوطنيه الغابه للمهندسين. فكما تعلمون المدرسه الوطنيه الغابه للمهندسين هي مدرسه فريده من نوعها، الوحيده اللي كاينه في اطار المغرب، التي تكون المهندسين في الهندسه الغابويه كسوا على الصعيد الوطني او على الصعيد المغاربي او على الصعيد الافريقي. فحوالي واحد ما يزيد عن 29 جنسيه تكون في المغرب خاصة في ميدان الهندسة الغابوي. وهذا الحفل هذا باش كنكرموا الطلبة ديالنا، وبنفس الوقت يعني كيكون هناك واحد اتصال وطيد ما بين الطلبة وما بين الأساتذة وما بين المجتمع المدني اللي كيكون مكون من الجمعية ديال خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، وحتى أصحاب السلطة المحلية، وفي بعض الحالات كتكون هناك حتى بعض الشركات، لأن الطلبة يمكن لهم يخدموا فرص العمل في إطار الدولة أو حتى مع بعض الهيئات الدولية والوطنية. إذن هذا باختصار كلمة موجزة عن الحفل لخريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين. تقريبا شحال ديال الطلبة؟ كل عام كتكون عندنا ما يناهز 40 حتى 45، ما بين 35 حتى 40 طالب لكل سنة، يعني في مجموعه هما حوالي 130 طالب يعني 4 سنوات، لأنهم هاد الطلبة هذا كيديروا بعض أولا دراسة في
في الاقسام التهيئيه قبل ما يجيو المؤسسه كيديروا عامين في الاقسام التهيئيه وبعد كيجيو عندنا المؤسسه لكي يتابعوا دراستهم في الهندسه الغابويه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.